الإخوان السلام عليكم. واحد مو بريده هذه شوف فيها فيها سميتي شتيها هي فيها سميتي كنت قلت واش هاي ايوا غادي واني نشربها فيها سميتي هذه جابها لي ولدي من امستردام كان مشى لامستردام وجاب لي كاكادو الله يرضي عليه الله يرضي عليه الله يرضي عليه فيها السميانة ما كاينش السميانة ما كاينش السميانة ما كاينش هادي هادي غادي نقولو بسم الله لأن هادي واحد مروكي اسمو سامي بوي كان عرض عليا قال يصيفط ليا صندوقة صحتكم علاش غادي نتكلموا دابا ولينا دابا حنايا ما عرفتش غادي يدخل لي الشك هنايا كاين واحد جوج الاسماء فيما تنجبدهم الفيديو تيوقفوه ليا ماشي تيوقفوا الفيديو باش نتوما ما تشوفوش تيوقفوا على مونتايزين على باش ما تدخلش على ديك 5 سنتيم في كل 100 ولا ما شحال كل 100 فيو تجيك ديك 50 سنتيم واش هادو القحاب هادو الا كنت تعرف سميتهم تنوجه لهم من هنا تنوجه لهم هنا هذا باش يروحوا يقولوا فهمتوا انا راه ما محتاج فلوس فهمتي انا ما تنعيش في المغرب تنعيش فين العيش المغربي ها في الانجليز فهمتي فلهذا ما علاش في من جبع جسميات في في في, في الفيديو تدوز واحد اربعه السوايع وتيحبسوه ليا ماشي تيحبسوه تيحبسو المونتايزين اما هو هذاك تي عاد نوض انا تنستنف ولا ولدي تيستنف انا قال لي ولدي ما قديش تصيفط الفيديو ديك الساعه خليه 24 ساعة عندهم وعاد صيفطو ديك الساعة حتى واحد ما يقدرو يحبسو واخا يكونوا من الإمارات واخا يكونوا من دبي واخا يكونوا من البحرين يمشي يقودو فهمتي دعي الطاير الآخرين القواويد حاشاك القواويد أنا ما عندي غرض فهمتي أنا وأنا فلهذا ما خصنيش نتقلق واحد قال لي شري بريكا قال لي شري بريكا شافني ما قعدت نلعب ديك الوقيت شري بريكا أمي بريكا شتي بحال البريكا هنايا ها هادو راه كلهم بريكات و لوقيد ها ثاني نشوف ملي خشي ديال تحت حنا لا لوقيد هذا هذا ماشي هو ها هو عمرها جوج أنا ديما البريكا هذا ثاني نش و لوقيد شي لوقيد ها شي لوقيد لوقيد و بريكات هاديك شري بريكا حنا نبقاو نشري البريكات ديما شري البريكات كنا نجيبوهم من الحفاري ملي كانو الناس يكميو كانو والا هاهو معليش فلهذا مكيناش نطولو وقتنا دابا الناس يكتبو ليا دابا الناس ديال مدينة الدار البيضاء هنا دابا حنايا دابا حنا ولينا نخافو فهمتي دابا حنا هادي عمرك ما تقولها في المغرب تقولها في المغرب في الحبس هادي سير سير غير تسمعك تقول لي عاش الشاب يخشوك في الحبس هادي غير هادي بدون محاكمة تاع السوفي فهمتي هادي ديرها ببالك ودابا هادي
ديالنا هنايا، لان حنايا كنطالبوا بالحقوق ديالنا. زادوا علينا الفلوس، الضريبه، في الضريبه ما داروا بها والو، الضريبه ما داروا بها والو، تيسيفطوها لك تي واش تياخذوا القحط يديروا بها العراس لولادهم ولبناتهم. ها هيا دابا حنايا انا عاش السكيريه. واحد قال لي نعلات الله عليك، وانت يا مشي نعلات الله عليك. وعاش المروكي حتى هو، لان المروكي كون ما كاينش المروكي ما يكونش هذا البرنامج، فهمتي؟ لان بدون الكلمات ديال المروكي هذا البرنامج ما يكونش، فهمتي؟ انا نقول لك انا شوف انا تنعاود اش يقولوا الناس، انا مش سوقي، انا ما انا قلت لكم من النهار الاول انا لا انتمي الى اي جهه معنيه، انا ما تابع لا والو، تابع تابع كومن سنس، فهمتي؟ انا كتابع كومن سنس، انايا تنعرف كمواطن مغربي تيخلص الضرائب ديالو. الله فهمتي، عندي الحق نتكلم. بحال دابا مشيت للريستورون انا والمروكي، المروكي عزيز عليه الكباب، انا عزيز عليه الغنمي، الغنمي عزيز عليه الغنمي، وكلنا وداك داكشي ماشي مزيان. تنشكاو تنشكاو ياك، تنشكاو الكارسون ولا المايو، تنشكاو ليه ولا كان الكارسون تيمشي عند الشاف، والشاف الا كانت لافو ديالو يخسر عليه، مي يقول لي ما يدخلش من عندنا اذا ما كانش لافو ديالو ديال الجزار، يقول الجزار فهمتي، ولا هو الشاف يقول المول الريستورون، مول الريستورون يقول الجزار، وهذا وغادي المسؤوليه غادي تنعرف شكون هو هذا، فهمتي؟ في المغرب لا، في المغرب تيقول لك انا حطني الملك، والملك ما حط والو، واش الملك خدا في الوير هاوس كاع نهار يحط في عباد الله؟ هذه ما كايناش، حيدوا الهضره هذه، هذه خصنا نتفقوا عليها في الاول، هذه باش تقول لي الملك حطني ولا ملك ولا هذا خلي حيد عليك بولشيت، فهمتي؟ بحال يقول هير ماجيستي غوفرنمنت، معلوم بز هير ماجيستي غوفرنمنت، حكومه صاحب الجلاله ولا صاحب الجلاله، الحكومه ديالو، ولكن ماشي باش ديروا القحط ديروا السيبه وديروا اللي يعجبكم فينا حنايا، حنايا انا وهذا الدري هذا المروكي هذا، لا ما ماشي لا ما الملك ما قالش لك تعدي عليا يا ولد القحبه، ما قالش لك، انا نقولها وعيدوها، ماشي انا خاص با هذه خاص خاص هادشي نفهموه، لما تصدع عليك الراجل تقول لي هذا ولا ما هذا، انا هذوك الناس اللي جاوا عندنا ودقوا علينا في واش دقوا عليك في الدار نتايا ولا ما كنتيش؟ لا ما كانش كان خارج، فين كنتي؟ ها؟ كنتي كمي جوان، جوان ولا جوي؟ ما عرفت قال لي كنتي كمي جوان، مالناش، إيوا، جدي يدق عليا يقول صوت عليا، ولا قلتي دور معايا تعطيك 200 درهم، ها؟ ولد الحرامي يمشي للبرلمان تيبلا تما ناعس، ناعس بالطوموبيله في الصاحبه اللي خلا مرتو في تيزنيت ولا في قديه اسم البلاد ديك البلاد التحتانيه قويره ولا قويره، اللي خلا مرتو فين مخلا تيقلب على حدا في الرباط، ايوا تيبقى تينكح فيها ومخلي مرتو تما، 5 مليون 6 مليون في الشهر، المعيشه، لوطيل، الطوموبيله، البترول، البياج، وشنو هو الاخر؟ معفي من الباركينغ، البوليس، واش يدير لي ما يدير لا والو، أي حاجة تجي من القصر، القصر الملك عندو داك سمو ديالو في القصر، هما تيوجدو كلشي وتيعطيو لهم، لا علاش؟ لأن هادوك اللي في البرلمان ما يقدروش يناقشوا المواضيع ويتكلموا عليها، لأنهم مقارينش، مقارينش، فهمتي؟ فلهذا هادوك جا من عند القصر. ايوا معلوم يجي من عند القصر باش واحد يخلي البلاد فسدت، ايوا الجرم تمات باش يقولوا لك دوك الحقوقيين دوك الشفار الحقوقي باش يقولوا حنا عندنا الديمقراطيه، ما الديمقراطيه واش معنى الديمقراطيه؟ لا والو، تكلم ترفع ترعف صافي صافي، يكون عندنا الديمقراطيه، كون عندنا الديمقراطيه ما يديروش لينا هادشي، حنا ما قلنا لهم حنا ما باغيش الضريبه على الخمر حرام، ولكن هذا الرئيس الحكومه ما في الدوش، ماشي اللي قلتها
قالت هذيك المغربيه من الطليان، قال لك لي مول كاميو، قال لك الاخر اللي في اسمه شوزرنيغا اوستريا تا هو قالها، كلشي اللي تتكلم قال شوه بينا. ايوا ها انت تشوف ولد الحرام زادنا في الضرائب الخمر. واش عباد الله هذا في المقاطعه ديالو ولا الدائره علاش اش تمثل انزكان الحفره ما يقدرش يعمرها ليهم، الحفره في الشانطي باقا محفوره. جابوا لي مخلشات البوصله، انا قال بخوها تما مع شويه ربنا صافي صبت شتويت هو دي وباقا الى حد الان الهضره قال لكم السيمانه اللي فاتت وهاد السيمانه وغادي نقول لكم السيمانه الجايه الى ديك الحفره ما عمراتش. والناس ديال انزكان خصهم يكتبوا لي من تما المراسلين ديالنا. وهاد وزير الماليه هذاك قال التكنوكرات، ما التكنوكرات جابوه من البنك جابوا داك اخنوش اش تو شفاه تستعمل دوك دوك اللوب هول اللي كاين في القانون ديال الماليه وتعطي العباد الله الاعفاء من الضرائب دوك الشفاره. اه وهي الضريبه ديال الخمر ماشي قانونيه. ما قالوش لينا في الحملات الانتخابيه بانهم غيدخلوا يشدوا البوفوار ويزيدوا الضريبه ديال الخمر، ما قالوهاش لينا، لقاو السيبو داروا اللي عجبهم فهمتي. لا شوف انا ما عندي غرض، انا شوف ما عندي والو، انا مريح هنايا مع الكليان. انا كبير ولا ما عندكش كبيره؟ ها خليها عندي كبيره بنت في السخونيه باش ما تسمعوش الغوات فهمتي. حنايا تنخرق بالناب، تنخرق بالناب على داكشي اللي كاين في المغرب. ما عندك ما تقول لي هادوك الوزراء وهادوك البرلمانيين خدامين عندي انايا وعند المروكي وعند داك ما نقول لا انا براني، وعندكم نتوما، نتوما اللي مخدمينهم راه ما كنخليهم هادي والو، راه زيرو، راه الدولة اللي عاطيهم داكشي مليح، اما والو راهم خدامين عندكم، خدامين عندكم وخصهم يقوموا بالشغل ديالهم. نقول لك من هاد المنبر سمعني ولا تسمعني، انا تنقول لك الناس صغار تراي مون 18 مون 18 ها ما كناش تفرجوا فيا فهمتي. نقول لك الله يحييكم، ها انتم ها انتم المحافظين والمحافظات النساء والرجال فهمتي، ما عليناش عينا من الحزق، الحزق عينا منو، داكشي علاش شملنا في البار، حنا من الحزق ديال سيوتو، ولكن الحزق اللي ديرو نتوما في ذاك في الرباط في الدولة في الحكومة تا هو يتسمى حزق. إيوا حنا بغينا نمنعوه، منعوه ليكم تضحكوا علينا، تضحكوا علينا. أنا علاش دايرين المراسلين ديالنا؟ حنا دايرين المراسلين ديالنا في المغرب، داخل المغرب وخارج المغرب، وفي أنحاء العالم. لان هادو هما اللي تيقولوا لنا على العداله ديال التليفون، هما اللي يقولوا لنا جاستيس باي فون، هما اللي تيقولوا لنا هادو المراسلين ديالنا اللي كاينين في 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 ماشي كاينين، راه هما اللي قالوا لنا على داك اسمو داك اسمو داك القناوي ولا ماشي واحد داك المغنيين ثلاثه، راه هما اللي جابوا لنا داك الاخبار من الصلاه. قالك شدوه واحد فيهم شدوه في السلا، هاد السلا جميلنا فيهم صحاب المخدرات صحاب السيوفه صحاب الفوت ما تتشدوش، علاش؟ لان تدورو مع البوليس، لان هاديك السلا معروفه بالكوربشن ديال لابوليس، معروف انا قولها وتحمل مسؤوليتها. قال لي واحد دخلوا يبركوك على القرعه، انا هو ما دخلش كاع، قال لي تخلعونا بالقرعه تخلعونا بالمخزن تخلعونا باخلوش، اسيدي حلب هاد المغرب ما ندخلوش ليه صافي. الملك راه واحد النهار غادي يجي هنايا، لابد يجي هنا يجي يشوف إليزابيث فين تلقاو ليه ونسلمو عليه وصافي، هذا نشمو ريحة البلاد. أما هذاك ما عندي ما ندير، قال لي حفات لي حفات لي نمشي للطريفة، الطريفة بقى نشم تما نشم في ريحة البلاد. أما تهدد فيا تقول لي يديرو لك قرعة ويديرو لك ربي ويقول لك يجبدوك شي جريمة، وعلاش من جريمة دارت أنا خرجت صغير ما علينا باش يجبدو لك الجريمة، يقول لك تجري في المظاهرة ديال 65 ولا 66 درناها في الدار البيضاء، اللي كيدير فقير بيضربنا طياره بهليكوبتر من الفوق تيضرب فينا افكار نعرف الله وعلي في هذا اليوم، ما عليناش قلت لك تجري مع المظاهره هذه انا هو اللي مشيت يقلبوني كيما داروا لهذا الكناوي ولا واش هذا، قالوا لي عندك واحد 4 سنين هذا درتي واحد الديسك تسفيه البوليس، ها هو سب البوليس وغادي تشدوا على الديسك ديال 4 سنين. قال لي خلينا نلتقوا لي، قال لي هذه طاحي مريض، طاحي مريض في الامن هذا الحموشي خصو يتكلم مع صحابه، مع ماشي صحابه هذو اللي خدامين عنده يتكلم معاهم.
انا بسال عيقتو 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 فاش تنولو تحاسبو وتحاكمو هادو 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 باش تحاكمو الفاسدين هادو حنا نطالبو بها ولكن نتوما باش تحاكموهم هادو هادو ضحكو علينا واحد تحاكمو فيها دي عامين بقى له 3 سنين ومازال ما يردو والو قلت نحاكموه بلا تحاكمو حتى شي واحد تسمعكم قلتو غادو هادو والو وعلى ما قالو لي مازال يتخلص في الشهريه ديالو كبر العماني اللي انا معاه غتكلم معاه من ما عندك ما تتكلم قال لي واحد يا الضرب اذا ما الضرب اذا مين انت يا انت ماشي اسيدي كاع انا ماشي من الضرب اذا انت لي انت ولد الضرب ولكن انا عارف بان الريجي قالوا باعوها باعوها لك الشعبي هذاك الشعبي اللي كانوا اللي شاد مارشي كريو وهذا هاد الشعبي ما عندي المهم يدير غير باقي يجد لنا في هوت سبوت ديال كازابلانكا هذاك دابا كون كانت العماله ولا العمده الشفار هذا عبد العزيز العماري ولا شنو هذا فهمتي كون انا نزيه كون ديك المستشفى هذاك الريج دابا يرجع مستشفى مستشفى باش يهز الثقل على موريسكو وعلى 20 غشت مع داك السبيطار داك السبيطار ديال الجميعه الجميعه ديك سديتوه ما قال لي مسدود ديال 40 50 ايوا وبغاك يدير العقار يدير البني وفينا يا اخي السيركيلاسيون فينا هي ودابا انت غير جوج ماشر هامل وعاد جيت تما دير ثاني زابارتمون غيطعم كثر فينا هو هاد العقليه هادو ديال العمل هادو تيشدو الملاين اللي شارين الفيلات في كاليفورنيا وفي داوليز وفي بولو وفي انفا وخارج وزيد وزيد ها ولا القحاوه كيعمروا في الدار بينا هذاك الريجي طابا هذاك اما رجعوه بيسي مينيسيبال وجيبوا الماء من البحر القوانس يعملوا لهم سوتيرا وجيبوا الماء من البحر ويعمروا له باش ما نضيعوش الماء ديال الارض ونديروا اما يرجعوا بيسي مينيسيبال باش السكان ديال الدرب السلطاني يعوموا مع راسهم ولا يديروا مستشفى ويديروا كاع يديروا مستشفى جامعي راه ارض كبيره تبارك الله صلاح النبي علاش دير لي العمارات تخلق لي البوليسيون تخلق لي السيركيلاسيون تخلق وما كاينش فين الناس هادي باركي الطوموبيلات فين غادي يمشيو يتقداو فين هو الطبيب وفين هي المفتشات باقي المفتشات 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 باقي يعني واحد الكلام ديال المفتشات كدير شي بجوج دريال وتيطبعوا لك فيه بحال دوسي اسمو دوسي ميديكال ني عقلي معلوم عقلي معلوم ايوا الريجي قالك باعوها للشعبي هاد الشعبي ديال ماما صامي يدير غادي يطيح فيه ما كان شي حاجه زوينه يجي يشريها هو يشريها بدرهم ولا بشي ثمن رمزي ها 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 فينا هو فينا راه هي البيضاوة نوضو تكلمو مع دوك ولاد القحابي تيمثلوكم قول لهم الريجي طابا ما تباعش اما مستشفى ولا جامعه ولا اسمو مسبح بلدي اه علاش ما يديروهاش علاش ها آه. قالك غادي تبيعوها للشعبي باش يعمل فيها العقار سير الله يلقيها لك اه شتي ديك النهار باقي يتضاربوا معاه على داك اسمو مارشي كريو باغيين يخرجوه صحه ودابا عاطينو هذا الريجي طابا والناس اللي ما عرفوش الريجي طابا راه كبيره تمشي وتعيا عرفتي من شاده اه تصدعوا لي كرياني فهمتي تسمع بان داك الطبيب العسكري دخل المغرب ايوا سيدي على سلامتو ونتمنى ما يوقع لي حتى شي حاجه فهمتي ايوا بحال داك الكادر هذاك كادر فهمتي ما خلاوش يمشي لهي فهمتي عذبوه في المغرب ماشي زعذبوه زحموه ايوا هربوا له ودابا دخل المغرب وقال ما نعرف والله ما نتقلقش انا تسمع هاد الايامات تعطيهم واحد 5000 درهم 5000 درهم و 15 مليون داون بايمنت تصبيق و 5000 درهم ما نعرف دخل المغرب ايوا المغربيين دخلوا المغرب ها وليت ولي خلصوا ها قال لك في غادي يولي يجمع ايوا انا غادي نطلب لهم رخصه فهمتي
رخصه باش نحل البار بحالو والجزائريه عندي تما ربي وحدك ما تجيش لي ولا الدم مسكين حتى هو بغى يدخل المغرب ولكن خصهم يدوروا معاه حتى هو يعطوه 5000 درهم في الشهر و15 مليون مالك 15 مليون اللي كيسموا دون بيمنت التسبيق باش تقول انا ماشي سوق يعني انا مشى قال لك الطبيب العسكري دخل المغرب واحد دابا دابا انتم تشوف دابا الواحد قال لي علاش تتكلم على البرلمان ديال هذا نتكلم على اخويا لانهم البرلمانيين هذوك البرلمان القحاب شحال كاين بهم 600 واحد كل واحد فيه يعطي مليون يعطي مليون كل واحد فيهم مليون في العام يعطيها لوك العساكريه العساكريه دي ياخذوا 60 درهم في التقاعد ديالهم ما كاين صحه تغطيه صحيه ولا والو ايوا عسكري يضرب 25 عام فاكين في الصحراء تدار مع الفيتناميين ومع الكوبان ومع الكوريان ومع طبقة جمال عبد الناصر وطبقة القدافي وطبقة القحاب كلهم العساكري ديال تي يحاربوا فيهم ما عندوش سلاح فهمتي ولكن كانوا عندنا شويه ناس باقي حيين دوك ديال الاندوشين ومن ومنين ساكن خلو الطاقة ما عطاهم والو وفاكين البرلماني مريح تما وتقول شي ولد القحبه في البرلمان ما تيخول علاش ما نعطيوهمش نزيدوهم وندير هذا ونتصلوا مع القائد الاعلى ديال القوات المسلحه الملكيه هو الملك او صافي يقول زيدوهم يزيدوهم صافي كنت نشوف ولد القحبه ما وصل ليه الميساج تيوقع حق الفوق 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 شكون نوضو نقول له ديال هذا راه البرلمان اتفق ما وحنا متفقين هذون العساكري ديالنا لي زونسيان كومباتون نعطيهم واحد التقاعد نعطيهم التقاعد يستاهلوها واش واحد يشد ديك الحدود وانت مريح ليا في عين ديال ضرب الطاسة المروكي والمروكي مريح حنايا والعساكري مساكن اللي حماو ليه البلا وكيفهم ديك الساعه باقي صغير وكذا تيعطيهم 60 درهم في الشهر 60 درهم ديال التقاعد عباد الله هادوك البرلمانيين ولا القحاب اللي كاينين في البرلمان القحاب كاين 7 مليون في الشهر القحاب ضاربين ها هادوك هادوك واش كلهم شادين ليا عمالات ولا هذا دائرات اللي عنده 10 سنين اللي ما عندوش عنده 25 عام في الدائره هادو غيديروا بحال كشي البكري كيما قلت لكم الباه غادي يديروا علينا داك سموهم القبائل قبائل بحال داك القلاو ولا القلاوي حاشاكم هذاك غادي يولي البطل فيه السيبه داك اللي دار العرس الولد وما اش دار فيه ديك المره اخنوش دار جوج واش باقا بنت اخنوش مجوج ولا ما بقاتش معليش تجوج ما تجوجش سوقي فيها انايا دار لها تاهي عرس قداش ديك المره الاخر ما شكون هو تا هو دار الولد ولا البنت ايوا هادشي ديال داكشي ديال هوليوود وفاتو هوليوود هادو فاتو هوليوود ايوا واش شنو هو لكن هذاك بوليف لا بوليف جوج بنتو في طنجة تا هو دار لها واحد العرس قداش هو شنو هو الجني المنازل الطرقان ما دار له والو جرالو جرالو وقال احسن ما عندنا ما نديرو به فهمتي ايوا هما تو جوج وبناتهم الرباح قال لي راه شد اسم هذيك قنيطرة شدها كلها دابا شد الرملة شد البحر شد كلشي لأنه قاري في كندا عشتي نقول لك اخويا المواطن تقول لي عشت تتعاود الفيلم ما تعاودوش نموت نقول لك نيجي واحد يكتب لك يقول لك قلت لكم طايتي ماشي طايتي هايتي هايتي بابا دوك اللي تاي اللي تاي ما كانش فيها ديمقراطيه الاول هذيك هايتي هذاك تو مشيت لي نعم تمات جراو عليه وجاو ولدو تو جراو عليه وعلى الاخر هذا هايتي ماشي طايتي طايتي كولوني فرونسيز هايتي تا هي وقع كان ديال فرنسا والمريكا قلت لكم الباه غلط فهمتي نقول لك ها هو دابا قال لي واحد كلمني على الكره شنو الكره خويا شنو الكره ديال الواكو الراجا شوف انا قلت لكم ديك المره هذوك الواكو الراجا كلهم القحاب باش يجدوا المناصب في البرلمان انتم باش مالو والو وتيستعملوكم انتم الجمهور وتيستغلوكم هادو ما تيقوش بهم لو كانوا عندهم مصلحة ديال الفريق كون شراو الملعب ديالهم ملعب فيه 40000 ولا 50000 كرسي يديروا كل وحده دير فيه دير الملعب ها ولكن لا تيشفروا مع المجلس البلدي ديال الدار البيضاء المجلس البلدي هذا هو الشفار باش يخلي داك الملعب
يلعبوا فيه الروبي ولي ماتش انترناسيونال ديال الكره ولا شي حاجه ولا دوك اندر 23 ولا هادو ولا لا ولا البكره جا خصهم هذا يلعبوا في التيران ديالهم الداربي على قبل السيكوريتي ولا شي غتكون ديك 70 الف 80 الف يديروا في ملعب محمد الخامس. اما داك يلعبوا في التيران ديالهم ينوضوا يبنيو التيران ديالهم يبنيوه الباك والرجاء هذا ديال التحملات خص يكون عندهم تيران خلي مالك داك التيران ديال الوزيز وهذوك هذوك هذوك ملي كتضرب يدها فيها 500 الف كديرهم فرنسا هما على قد لا بوبيلاسيون لان كان ديك الساعه العربي ما تعرفش الكره ايوا تيمشيو للبلاد القدام المدينه القديمه ولا شي ولا الدار الصدر القدام هذوما تيمشيو وكاريا سونترال ولا شي ندي ايوا كضرب ما فيهاش بزاف عباد الله اللي تعرف الكره كاع ماشي نتفرج تفرج اللي تعرف ايوا داكشي كتيران صغيره في الوازيز النواحي ولكن دابا الضرب الا كبرات باش تنوض الباك ولا شي يديروا التيران ديالهم ما نبقى نقول الفريق العالمي ولا ما العالمي ولا ما تقودوا تكذبوا علينا ما تكذبوش علينا حنايا عرفتي شكون اللي خرج الكره واحد قال لي الانجليز لا اسمح لي اسكتلندا جوجلت جوجلت نقول لك هذيك الداربي الداربي باتشيني شنو الماتشيني هذيك الكره حيدوها منين تولي الوقع على التيران ديالها وراجع على التيران وعندهم الاكاديمي وعندهم التيران ديال الفئات الله عليك الكلمه الفئات الصغرى قال لي الفئات الصغرى ديك الساعه نتكلموا اما دابا نهار حق الداربي مشيت نلعبوا تما تنوضوا السيبو انا نقول لك ما تسقسيش على خويا الكره الله يرحم باك ملي بان قال لك وزير التعليم تيتهموا فيه بانه باع 22 بكالوريا دوليه لاولاد البرلمانيين والولاد 22 هذه الناس جابوها حجه وزير انا اقولها واتحمل مسؤوليتها لانهم قالوا بان وزير التعليم باع البكالوريا 22 بكالوريا دوليه لاولاد البرلمانيين والولاد لانهم كل خير ما عندناش ودابا دابا حنا هاد انا شي هاد البوليساريو شي قلت لكم انايا تيصيفطوا العيله ديالهم يقحبوا مع دوك لي بي دو لاس مي كانوا البي دو لاس قبل ما يترز داك برلين وول كاين العبوس تيصيفطوا العيال ديالهم تما كان حقوقيه تيمشيو تيمشيو ما تيتناكو ها هما دابا ولاو تيفضحوا بعضياتهم انا قلت لكم كلهم قحاب كلهم في اسبانيا هذوك هذوك الصحراويات هذوك مال الترامي انا نقولهم نعاود نقول لك انا ما عندي كف ما عنديش غير بوليساري انا مالو حنا الضرب اللي فيه 5 مليون ما قلناش استقلال حنا بغينا غير برانسيباليتي ما قلتلكش برانسيبوتي ولا هاد تخبق عليا برانسيباليتي باش تكون عندنا هذا ومازال ما نتسناو في الاميره تكبر لان غير تكبر الاميره غادي نطلبوها ديك الساعه تولي الضرب ذاتها هي شنايا سلب المسير واش سلب ماشي واش قال لهم حنايا ايوا هادو بوسيف فيهم 60 ألف واحد كلهم عوازه وقال لك باغي انت موت بغي يحضروا في المؤتمر العالميه اي هاي هاي مشيتي عند بوتين وتريح معاه في الكرسي اي فاك اوف انا قلت لك شحال هذه شي عام قلت لكم على البوليساريو العياله اللي بزاف يتقحنوا مع دوك لتوينيا وبوزنيا وماتسادونيا وبولاند وزيدو زيدو ومونتينيغرو وتشيك ريبابليك وسلوفاكيا هذوك اللي كانوا في الكومينيست هما اللي كانوا تيعاونوهم مع الجزائر وليبيا كان شويه ما يتقحموا معاهم تعرف هما تراميهم قداش ودابا يبدو يبيدو في التصاور بعضياتهم ها هما هذا ما كاين حياة وكتريتهم في اسبانيا مع شرفو راه كانت في اسبانيا تما مرة تيخرجوا بدوك المظاهرات بتراميهم من كل زيارة انا نقول لك انا مش سوقي ما دخلني انا في البوليس ما دخلني ولا انا نتكلم على الدار البيضاء الدار البيضاء بغينا ملي تكبر الامانه تولي عندها 21 عام الدار البيضاء غتولي بوحدها ولكن تابعة اسمو تابعة الرباط غير العسكر والخارجية اما الباقي ديالنا حنايا الفلوس ديالنا ديال الطاكس يبقى في الدار البيضاء باش نبقى نهز قد ما في الرباط هاز فاك الناس معكازه ملي يخدموا مريحين في الادارات لا 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 الفلوس ديال الدار البيضاء يبقى في الدار البيضاء
باش المغربي يدخل لهنا. حقه شحال من عام فيك دي خدام؟ 4 سنين؟ 4 سنين وخدام. قال لك ما تجيكش بزاف في البانسيون، تجيك شي 23، شي 23 24 بان في السيمانه من 67 تتحول على زادوا عليهم هنايا، زادوا الحرب، زادوا عليا دابا طلعوا من 67 باش تاخذ التقاعد. راه ما تجريوه هذوك المغاربه اللي تيبنيو الدور في المغرب، يبنيو يبقى هنا تيخدم تيحرت، المغرب يمشي يسكن فيها يموت، بدا تلقى بوحده ياخذوا لي صحاب العقار. وواحد المغربي كتب لي واحد الاغنيه، قال لي المغرب ام الكلمات، وقلت للمراكي، قال لي المراكي كلمات ما بيهمش هذه، على قال لك واحد معنا نشوف شي ملحن يلحن الاغنيه، وكيما ما نشوفوش بلا نخبوه هذا. عاش السكريه في كل زمان، وعاش السكريه وعاش رئيس امي حسان، وعاش السكريه في كل مكان وفي كل زمان، وعاش السكريه اللي تباتوا في الكوميسيريه، والله العظيم، وعاش السكريه اللي تساهموا في الميزانيه، وعاش السكريه اللي تخلصوا الضريبه الغير القانونيه. دابا خصنا شي ملحن، وغنزيدو شي كلمه ديالنا هنايا، خصنا واحد المواطن، ما عرفتوش فقيه ولا شاعر. ودابا لي فتح الدين الدنيا كنسمع هذا باطمة، واختار ابتسام، وقلع ما وشي واقع هذا. انا بعدا قالك هاد باطمة تبعينا، دابا ما نقولوها، ما نقدرش نقول مازال ما تحاكم المولى، ولكن نهار تحكم هي وداك المجرد خص القصر يحيد لهم الأوسمة كيما تعملوا هنايا، صافي غير يقولوا قلتي يرجعوا لك الأوسمة اللي عندهم، صافي ما ندخل معهم والو، غير حكمت عليك المحكمة الفرنساوية وحكمت عليك المحكمة المغربية، صافي حيدوا لهم والو. وهذيك كدير نفضيح. يا اختا شي تقحبين ديرين هذا الشيء ديال الكولكور ماليناش، ايوا هادشي اللي كاين خدنا المغاربه، اسمحوا لي ما كاين والو، ما كاين دابا حنا المشكل اللي عندنا راه ما عندناش نتكلموا، فهمتي؟ ها انتم واحد غبا ياخذ لك ريجي طابا البرلمانيين، حنا بغينا نطلبوا من الملك، من الملك باش يلغي، يعمل لك عندك الباور اللي عنده، يلغي داك القانون ديال التقاعد البرلمانيين، لان الشعب ما موافقش عليها. هذه لينا حقره، خلصوهم الا كانوا هادو، خلصوهم ملي كانوا خدامين بالتعويضات ديالهم وبكل شيء لهم، ولكن كيف يخرج من البرلمان نهار يسقط ما يرشحوش بسلام عليه، تعطيه واحد شهر ولا شهرين بما ادوبتي ورجع للخدمه ديالو، كان تيبيع القمح يمشي يبيع القمح، كان قالك معلم في الجامعه يرجع للجامعه، كان قالك تعمل الرقية الشرعية يمشي يعمل الرقية الشرعية، صافي ما كاين التقاعد لا والو. إذا بغا يدير التقاعد يديرو الكرو، ملي كان خدام وعندو الفلوس كان يدير التقاعد، راه كاين دي كومباني داسيرونس هادو يمشي يشري البانشين ديال راسو، أما شي بيعول لينا حنا نعطيوه طول الحياة على 4 سنين ما فيها لا ممثل لا وكيل، إذا كان ممثل يمشي يرجع يمثل، كان شيخات رجع تمشي تعمل تشيخات، صافي ما كاين هذا التقاعد يحيدوها، نخلصوهم بخمسات المليون في الشهر كيما بغاو نخلصوها لهم، ولكن كيف يخرج من البرلمان بسلام عليك، ما عليك كان شي حلوه شيطه نقول له هز الحلوه وسير بحالتك، صافي هذا هو اللي خصنا نديرو لهم، ما كاين هذا هو اللي خصنا دابا، هادشي الصداع اللي وقع على هادو القحافة البرلمانيين، ودابا خص الملك، الملك خصو يتدخل. فهمتي دابا انا نقول الوالي العاد، راه الوالي العاد مره تيتفرج فيا، نقول اشوف تكلمنا مع الوالي ديالك الله يرحم باك، اقول له هادشي دايرين في البرلمان راه باقا بلينوش، راه حنا ما كنقول لك، يقول لك لورد ابي في انجلند، قال لك كيفاش ولا لورد، قول له ولا لورد القمونه ما عندناش، وي بحال هكا قول له دير ما قابلينش هادشي اللي داروا، هادشي التقاعد لا، ملي تشوف عسكري مسكين تيجي 60 درهم ديال التقاعد ديالو، هادشي ما قابلين، شوف فين هما العساكر هاد لي جينورو، بان لهم يحلفوهم ها
فين هي لاسوسياسيون ديال دي سولدر ولا تقول النقابه ديال سولدر فين هما؟ علاش ما تكلموش عليهم؟ كلكم كلكم ضاربين مي 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 ان يو فاك اوف ها اشي زعما كاين اشي ما كاينش سيلفيش ها لا 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 حنا بغينا الملك غادي يعمل واحد هذا القرار وديك التقاعد يرجع يدير ما يمكن التقاعد لا والو واللي ما بغاش يخدم ما يخدم صافي ما بززناش عليكم اه ما قلناش نمشي للبرلمان او دخل البرلمان انت مشرع وتشرع على كرك او كون ما كناش مضيعينك واخا ما كناش تدخل 5 مليون الطوموبيله ورقه التران ورقه الطياره او واش باغي وعاد بغيتي ملي تكون ما خدامش تقول نعطيك الفلوس بحالك بحالك خدام لا ما هادي ما قابليناش اه يا داك المرزوق اللي باك لي تما باك تكتب ليا كتب الكرك الله يرحم باك اه تتصدع عليك راهي فهمتي اي لابسه لك يديرها راه جمع 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 والله في العرض كرك تصدع عليك راهي انا اه خلي واش هما تكبرت وعاد تقتلوني تعملوا لي تعملوا لي اش يقولوا لي بالعربيه سكتة قلبية Your last order please Your last order صافي Finish your drink and fucking piss off تصدى عليك الريم ويلي اش هاد المسالة هادي ويلي واش 600 واحد نضحك على 40 مليون واحد في عمركم شتوها او 600 واحد 600 واحد دايرين رفيسة في المغرب وعاد تقولوا لي انتم فين الثروة اش من الثروة والتروه خذوا لك البرلمانيين هو الاولاني عاد عاد كسل قلبوا على التروه الاخرى اما التروه هذوك اللي مضيعين السكريه ديالنا ومضيعين شبكوني ومضيعين البوليس واش البوليس يدير 12 ساعه وما يتخلصش ما يتخلصش فيها 12 ساعه وقف في الرومبو ولا وقف في شي طريق ايوا اش ما يخلصوش البوليس اه 12 ساعه الله يعين على الدين هذا البوليس ما كان في 12 ساعه وما يتخلصش فيها واش هذه حقره علاش قلت حق قال لابس التوني ديال الدولة لابس الدولة أنا خدام نخدم للدولة الدولة خصها تخلصني أو أنا نقولك من هنايا اسمعني الله يرحم باك لا ما جبت الحال يدك في حبي مرة غير نجمع Your last order please Finish your drink and piss off huh? سيت لها مع شي واحد اخر انا ما بقاش لها معايا انا يعني 7 دقائق اليوم زدت على قبلكم سبعه وما عنديش الحق الله تصبح على خير هذا كان شي حاجه قول لها ونتمنى لك الطبيب العسكري ما يوقع لي والو ولا كان باع الماتش اي والله يعاون مشتوقنا فيه حنا راه دوز ما شحال 10 سنين في الغربه وما دوش بحال يعني 50 عام معليش سلامه